ريهام شو مشي الحال؟ الحملة مو جاهزة لساتهم عم يشتغلوا عليها. ايه ماشي جيبيها لهون باستجاز. تمام؟ تمام. شو الموضوع؟ السيستم كله واقف. شو صاير هون؟ ليش كل السيستم واقف؟ جيجي اتصل بالاي تي. تمام. وانتي التانية؟ ريهام. ما انا مشكلة. هلا وقت اسمك؟ روحي على الارشيف فورا، جيبي لي ملفات الحملات القديمة تبع شركة الطيران. يلا بسرعة روحي. ريهام ما بتفهم. وقتها ريهام؟ لهلا ما صار. معقول كلياتكم بتفوتوا على السيستم بنفس الوقت وبتخلوه يعلق؟ كل واحد يعرف امتى المفروض يشتغل. جيجي وين القهوة تبعي؟ تفضلي ليكا. وين برنامجي الأسبوعي؟ فورا ليكو جاهز. وين هديك الثانية؟ قصدك ريهام ليكا هون. عفوا دارين خانم، كنت عم اجمع الملفات اللي طلبتيهم. هذا التصميم ما؟ شو هاد؟ ليش هيك مرسوم بالإيد؟ السيستم واقف دارين خانم، لهيك الديزاينرز رسموه بإيدهم لبين ما تنحل المشكلة. شي حلو والله، رجعنا للعصر الحجري مو هيك؟ معقول؟ شوف هالرسمات هي، تطلع كأنه رسم طلاب ابتدائي. ماشي جيجي تفضلي. جماعة ديزاينرز بغرفة الاجتماع، وانتي روحي حطي لي هالملفات بمكتبي. يلا انا عندي اسم. ريهام. لك انتي واسمك. جان هذا هو ما؟ ايه هاد. شو صاير؟ ليش الكمبيوترات مو شغالين؟ شو الشركة بلشت تخرب كأنه؟ الشباب عم يشتغلوا فيهم، مشان إذا حدا بعت إيميل لقالين نعرفه، وبدهم شوية وقت. وبرأيك هلا وقتها ما؟ بكرة تقديم حملة شركة الطيران، لازم نخلصها اليوم، بتعرف ما هيك؟ أنت خليك بشغلك، أنا بتصرف ما يهمك، إيه؟ يعطيك العافية. عم يفحصوا الكمبيوترات واحد واحد. ما بعرف شو ساوي، رح يجنني جان. عادي حبيبي طول بالك، ما في أي دليل لحتى يكشفك. أمير ليش لهلأ ما وصلتني الحملة؟ لساتهم عم يشتغلوا عليها، ما بعرف كيف بدي أبعتها بهذا الوضع. المفروض اللي عطيتها مصاري تساعدك، وينها؟ عم تحاول تساعدني. يلا بحكي معك بعد شوي. ليكي ريهام، جان فايت شوي تاني على اجتماع، ودارين رح تعرض الحملة جوا، بتفوتي وبتركزي معها وبتخبريني كل اللي عم بيصير، اتفقنا؟ حاضر. أمير بيك ممكن أسألك سؤال وما تفهمني غلط؟ سمعت حضرتك قلت لجان بيك إنه الشركة بلشت تخرب، ليش هيك قلت؟ تعالي عادي هون. أخي جان عم يخطط يبيع الشركة ويروح. حسكر المكتب هالفترة، بس خلي الموظفين يكملوا شغلهم من البيت. ليكي وإذا صار أي مشكلة اتصلي فيني فوراً وخبريني، ماشي؟ بس أنت فيك تساعديني ريهام. بابا نسي كل التعب اللي تعبته بهالشغل وسلم ابنه الكبير الشركة، بيوثق فيه بس ما بيعرف شو عم يعمل من ورا ظهره. ريهام أنا بدي إياكي تساعديني، أهم شي منعمله هلأ ما نخلي جان يجيب زباين جداد مشان الشركة. إيه يعني إذا كان جان بيك بده يسكر الشركة، ليش لحتى يجيب زباين جداد؟ ببساطة مشان يقدر يرفع قيمة الشركة بالبورصة ويبيعها بمربح عالي. جان بالأشهر اللي جايين رح يجيب زباين جداد ولازم نمنعهم. عم تحكي عن البورصة بس أنا هالشغلات ما بفهم فيها. شوفي لقلك، لازم نضل مركزين بهي الفترة وما لازم نخلي جان يجيب زباين كبار، إيه؟ تمام أنا معك، يعني لازم أعمل هيك لأنه أنا مديونة إلك. فيني أسألك سؤال تاني بتسمح لي؟ قولي. أختي كتير مزعوجة، ما رح ترجعوها؟ وأنا مزعوج بس أنا بوعدك إني رجعها، رح ترجع مثل قبل على شغلها.
شكرا كثير. يلا ريهام روحي على الاجتماع وسجلي كل شيء بتسمعيه وبتشوفيه. تمام، حاضر أمير بيك. موفقة.